السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، رسالة تشوف اي وقت بإذن الله، هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الادمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف، واللي عايز يتابعني على الفيسبوك نفس اللينك اللي في صندوق الوصف. حبايبي، رسالة النهاردة حبايب قلبي، الرسالة بتقول انك داخل على مواجهة قوية، في حد هيواجهك، في حد هتقابله، في حد هيكلمك او انت هتكلم حد، المهم ان في مواجهة قوية، بس هيكون فيها نرفزه، هيكون فيها كلمات قاسية، هيكون فيها غضب سريع. فكأن الملائكة بتقول لك اهدى، ما تتوترش، انت اصلا في شخص انت مفرقه او في شخص انت هتفرقه مسبب لك توتر، مسبب لك هجوم، مسبب لك عارفين انك مش عارف تعمل ايه، في توتر في دماغك، في لف كده ولفة عمالة تبرم في دماغك زي البرومة، مش عارف تعمل ايه، فانت مش عارف تسيطر على الامور. كأن الملائكة بتقولك انت تقدر تسيطر، انت تقدر تحدد الحاجة اللي انت عايزها وتقدر تسيطر على الامور والغضب اللي جواك ده. حاول تهدي نفسك، المواجهة هتكون قوية كأنها تحدي بالظبط قدامك، انتوا هتواجهوا حد، لازم تكونوا شجاع، يعني تكون شخص شجاع، تمسك اعصابك ما يطلعش من فمك شيء، ما تكونش سريع الغضب، ما تكونش متوتر، يعني كأنهم بيقولوا لك خليك هادي، خليك هادي في المقابلة اللي جاية، هيحصل كلام ومقابلة سريعة او حد هيرسل لك شيء سريع. للبعض منكم في كلام جاي لك او انت عايز تقول كلام لحد، وللبعض منكم جاي لكم رسالة، جاي لكم رسالة من شخص او تليفون او حاجة زي كده، هيخليكم تفكروا الف مرة، هيخليكم يحصل معاكم تغيير مفاجئ، تغيير قوي. فزي ما بيقولوا لك هنا، فكر كويس، فكر كويس في الحاجة اللي انت داخل عليها، فكر كويس في الرسالة اللي هتجيلك، لانك داخل على امر مهم وانت هتكون صاحب القرار في الامر ده. رسالة بتقولك انت لو بتواجه مشاكل في الفترة دي، لو في حد بيقاوم معاك شيء او بيعارض ليك شيء او بينتقدك او عامل لك ضغوطات وصدمات في حياتك، فكانهم بيقولك دافع عن ما تؤمن به. واضح ان في حد فيكم في مشاكل في الفترة دي، بيقولوا لك هنا اطلع من الطاقة السلبية، واي حد بينتقدك او اي حد بيقول عليك كلمة هي مش فيك او فيك حتى بيقولها من وراك او عليك، فكأنهم بيقولوا لك هنا انت هتكون قدها، ما تاخدش بكلامهم، انت شخص جيد جدا. وهم بيقولوا لك هنا انت في حالة دفاع عن النفس دايما، كن قوي ودافع عن ما تؤمن به. ولو انت هنا عايز مقابلة مع شخص وعايز ترسل له رسالة او عايز تتكلم معه وخايف من انتقاده، الشخص ده مش هينتقدك، مش هينتقدك صدقوني. انت يمكن حاطط لنفسك حدود وبعد نفسك وعازل نفسك دلوقتي عشان خايف من ان يحصل انتقاد ليك او يحصل معارضة. كلمة انتقاد كتيرة عمالة تجيلي، يمكن انتوا ناس حساسين للنقد والرفض، بس ما تقلقوش، كأنهم بيقولوا لك بعد الاختلافات اللي انت فيها دي والمشاكل والحاجات اللي انت عايزها، الخطوة اللي انت هتعملها دي جاي لك بيها العدل الإلهي لحياتك، هتطلع من ظلم إلى عدل وأمان. يمكن انت شخص فاقد الأمان في حياتك، بس في حد واحد بس في قلبك بتديله الأمان، وحاسس ان دي مثلا العلاقة المناسبة ليك او الأمان ليك، فابتدي اعمل خطوة للشيء اللي انت بترتاح له. البعض منكم انتوا داخلين على توقيع عقد في حاجة معينة، هتاخدوا قرار بتوقيع عقد في شيء معين هنا، خليك متوازن وخد القرار، لان انت فعلا داخل على شيء قوي جدا، داخلين على استقرار بعد ضعف، يعني انتوا كنتوا هنا ناس ضعيفة، ناس مظلومة، ناس الدنيا جت عليكم كتير،
لا كأنهم بيقولك انت عندك الإرادة والشجاعة انك تخرج من ده وتدخل في أفضل شيء بتتمناه. بخصوص الحاجة اللي قادمة إليكم، في دعوة انت بتدعي بيها جيالك جيالك، يمكن هنا البعض منكم بتدعو بمال، بتدعو بزواج، في حد فيكم هنا بيدعي بشخص بعينه انه يجيله، واصلا هو في طريقه اليك، يعني هو خلاص في طريقه اليك. بس فك التعلق بالهدف، يعني فك التعلق بالشيء ده. وفي منكم داخلين على مشاريع جديدة ومجتهد جدا في شغلك وفي عملك، فانت هتاخد الحصاد منه بإذن الله. ما تكونش كسول، ممكن البعض منكم عندكم كذا مشروع، مشاريع متعددة، انت خبير بما فيه الكفاية. بيقولوا لك دور على شيء جديد، اتعلم حاجة جديدة، كل اللي انت بتعمله هو عبارة عن فتح طريق للقادم. وكمان بيقولوا لك هنا ما تزعلش او ما تبكيش، لان في منكم هنا بيزعل وبيعيط، كأن الملائكة بتقول لك اخرج من مشاعر الندم، اخرج من الاكتئاب، لا تيأس من رحمة ربنا. القلق مش هيسبب الا مزيد من القلق، المعاناة مش هتجيب الا مزيد من المعاناة. اطلع من الشعور بالذنب، اطلع من الطاقة دي، اطلع من طاقة المخاوف والتخيلات اللي انت بتقعد تتخيلها فما بتعملش الشيء عشان انت بتتخيله شيء صعب. كمان رسالة بتقول لكم انتوا داخلين على حظ ووفرة بإذن الله، وحد منكم داخل على امرأة جميلة، يعني في زواج هنا، في زواج ثم حمل. ويمكن للبعض منكم هنا لو انتم منتظرين مولود فانتوا جاي لكم حمل، للناس اللي بقالها كتير منتظرة حمل. بس بيقول لكم في حد بيغير منكم، في مشاكل حواليكم، بس ان شاء رب العالمين، يعني كأن في هنا حاجة بتقول لك انت هتلاقي المفتاح والحظ هيكون جنبك، فخد بالك. في رسالة بتقول لكم لو انتوا عندكم قفل طاقي على حياتكم هيتفك، هيتفك بإذن الله. ويمكن لو القفل الطاقي ده عن الحب والزواج هيتفك قريبا جدا، لان في حد داخل في طاقتك هو طاقة الحظ ليك. رسالة بتقول لك لو انت متألم هنا وفي طرف ثالث في حياتك انت متضايق منه، او الطرف الثالث ده في حياة شخص انت بتحبه، كأن في انتهاء للمعاناة، انتهاء للألم، انتهاء للحزن، مشاكل هتحسها انها بقت مشاكل عابرة. يمكن انت تعبان من فراق شخص بتحبه وحاسس بانك خلاص المفروض تسمح للشخص ده بالرحيل. كأن الرسالة بتقول لك اصلا لو انت تخليت هيتجلى الامر، يعني اسمح للروح دي انها ترحل، اسمح للشيء ده انه يخلص، وانت هتلاقي كل حاجة بتترتب لك الهيا. ما تتعلقش وما تعلقش حد بيك، يعني من الآخر اترك الأمر. إذا أردت طيرا بقوة فاطلق سراحه، فإن عاد لك فهو لك إلى الأبد، وإن لم يعد فهو ليس لك من البداية. أعرفوا أن أنتوا بتاخدوا في حياتكم تعليم، درس كبير كبير قوي. ولو عرفت إيه الهدف من العلاقة اللي بتدخل في حياتك هترتاح، ما فيش حاجة بتدخل صدفة أو بتخرج صدفة، أكيد عالجت فيك أمر، أكيد غيرتك، حتى الفيديوهات اللي انت بتسمعها مني دي مش صدفة، أكيد عالجت فيك شيء، وأكيد برضو غيرتك. ودايما بقول لكم هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خليكم إيجابيين حبيبي. رسالة بتقول لك انت هتتمتع في الحياة اللي جاية بعائلة رائعة ومحبة وسعادة كبيرة. لو انت مستني العائلة دي او انت بالفعل عايش في عائلة فانت هتكون سعيد في الفترة اللي جاية، حياتك هتتغير وهتتبدل، وكله بفضل ذكر الله. لان في اشخاص هنا قربت قوي من ربنا، وفي اشخاص هنا زي سمحت كل الماضي، وفي اشخاص هنا وفيين قوي 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 ومش عايزين يعملوا شيء خطأ. وكأنكم هنا حبايب قلبي في رسالة بتقول لكم انكم في طهور مريم العذراء، المعنى انكم ناس ربنا بيبعدكم عن الخطأ، واذا عملتوه بتاخدوا على دماغكم عشان ترجعوا تاني، يعني كأنكم مش مسموح ليكم بالخطأ، مش مسموح ليكم بانكم تعملوا شيء وتتسابوا كده، لا انتوا ارواح
عندكم نفس لوامة، أرواح عندكم ملايكة بتبقى بتديك على دماغك كده أول لما بتغلط، وده كله بيبقى بأوردر إلهي حبايبي. يعني من الآخر، يعني من الآخر الملايكة ما ترضاش إنها تديك الضربة دي إلا بأمر إلهي. أنتوا مش بيتسمح لكم إنكم تبعدوا ليه؟ طيب لأنكم ليكم رسالة هادفة في الحياة، ولو فضلتوا على ما أنتوا عليه، يعني اللي هو مثلا تعملوا المعصية ثم ترجعوا، ثم تعملوا المعصية ثم ترجعوا، بصوا حبيبي قلبي، ربنا بيغفر للناس اللي هي بتعمل المعصية دون قصد أو دون معرفة. يعني ربنا ما بينضحكش عليه، مش هعمل الشيء وارجع وبعدين استغفر، فاهميني حبيب قلبي؟ وربنا قال لو جئتني يا عبد بتراب الأرض خطايا واستغفرتني لغفرت لك على أن لا تعود إلى ذنب آخر. مش أستغفر ربنا وارجع تاني أعمل الشيء الخاطئ، فاهمين؟ فهنا بيبدل الله قوما غيركم. لو أنتوا حتى من أولياء الله الصالحين أو من أشخاص لهم رسالة هادفة في الحياة، فأنت هتاخد على دماغك كتير لغاية ما ترجع. ما رجعتش بيبدل ربنا قوما غيركم أو أرواح غيركم أو أسير غيرك. يبقى في الآخر أسير غير الأسير اللي معك، يعني اللي بيكون ليه رسالة هادفة وبيديك الإرشادات الكونية عشان تبقى أنت المختار. ولكن إذا نظر الله إلى قلبك ووجد فيه شيء سيء، فأعلم إنك هتتبدل، هتتغير، مش هتكون أنت المختار. فقربوا من ربنا حبايب قلبي، واعلموا إن ربنا اللي بيديكم الإشارات والإرشادات الكونية، إذا كانت ملايكة حواليك أو إذا كانت أرواح حواليك أو إذا كان شيء بيخليك تكون في طاقة حلوة وبيخليك ترتفع روحيا وبتنفع الناس وبتنتفع، فاستمروا على ذكر الله وابعدوا نفسكم عن المعاصي. انتوا شمس ونور لغيركم، انتوا نور للآخرين، انتوا بذرة من بذور النور، انتوا المختارين من عائلتكم علشان تكونوا ليكم رسالة هادفة، وعلشان تكونوا انتوا الأنقياء. يعني يمكن انتوا الأنقياء من عائلتكم، ودي مش أي رسالة بتوصل يا حبيبي. خدوا بالكم، الشمس ما ينفعش تكون قمر، بل هي اللي بتدي للقمر النور علشان ينور. يعني انتوا بتضيئوا الحياة للآخرين، فضيئها لنفسك أول شيء، وتوقف عن لو انت بتعمل شيء قاسي على نفسك او بتيجي على نفسك في عمل، في دموع، في عياط، في عذاب. الملائكة بتقولك ما فيش داعي للقلق، الأسوأ في حياتك مضى انتهى وما كانش مفيد. واعرفوا حبايب قلبي ان انتم مقدر ليكم خلق الجنة على الارض، يعني ربنا يخليكم تعيشوا أجواء حلوة وسعيدة وحاجات جميلة جدا في الأرض قبل الآخرة كمان، يعني ليكم نصيب في الدنيا وحسن ثواب في الآخرة. لا تتوقع الأسوأ، فإنها نبوءة بتحقق ذاتها. توقع دايما الجيد، كن دايما مبتسم، اسمع لصوتك الداخلي اللي عايزك تكون حلو، عايزك تكون مبسوط، عايزك تكون مرح، عايز يديك الطاقة الإيجابية، وما تسمعش لصوت العقل لما يفكر بطريقة سيئة أو سلبية، لأن ده ساعات بيكون من طاقة شيطانية بتهاجم أفكارك الإيجابية علشان مش عايزك تلاقي الحل. الملائكة بتقولك الحل هيتوفر لك، هيتوفر ليك الحل وهتشوفه. لو كنت بتعاني من ليالي كتير بلا نوم أو قلق، يمكن بتعاني من الحاجات دي بشأن تحديد حياتك أو تحديد مشكلة في حياتك أو تحديد قرار في حياتك أو انتظار شخص بذكريات قوية، فالفرج قريب. كانون بيقولك احكي لملائكتك عن مشكلتك، يعني اقعد كده في خلوة واتكلم مع ربنا وقول يا رب مدني بجنود من عندك يساعدوني، اللهم أعني بجنود الأرض وملائكة السماء لمساعدتي. بعد كده تتكلم مع الملائكة، أنا مشكلتي كذا 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 وعايز فيها الحل وبتمنى الشيء ده،
وبتمنى دخوله في حياتي. اعرب عن المشكلة للملائكة وقول: ايها الملائكة الذي هي جند من جنود ربي، التي هي جند من جنود ربي، ايها الكون الذي هو من صنع ربي، ساعدوني في ايجاد الحل، اني اكون مع الشيء ده او في الشيء ده او مع الشخص ده، او اني تتهيأ لي الظروف اني اقدر اقول او اتكلم او اسافر او اتعين. شوفوا انتوا عايزين ايه واتكلموا بكل عفوية مع الله وملائكته، وربنا هو اللي هيدي الامر للملائكة انها تساعدك باشارات وحاجات معينة هتحل كل مشاكلك، لانه هنا بيقول لك احنا جنبك. واجه افكارك نحو الايجابية، وجهوا الافكار دي نحو الايجابية يا حبايب قلبي، لان انتوا جايلكم زي مكافأة من ربنا، زي ما تقولوا انتوا ناس متسامحين، ناس بتوع ربنا شوية، ناس بتحاولوا تتفهموا بلطف، بس انتوا مش بتكونوا على نفسكم الا قاسيين. يعني من الاخر بيقولوا لك التسامح والتفاهم واللطف مع نفسك ومع الاخرين سيتم مكافأتك بالحب اللي انت بتتمناه، بالحب اللامشروط اللي انت بتديه للاخرين. رسالة بتقول لك: عالج موضوع العمل، اشتغل على نفسك، شوف انتم اي وقت بتكونوا فاضيين فيه اشتغلوا فيه، اشتغلوا فيه على نفسكم في الشفاء، اشتغلوا فيه على شغلكم لو انتم مثلا شغلكم بالنهار بالليل، ما تستنوش لو انتم شغلكم من البيت من بره البيت، اللي هو اشتغلوا على نفسكم. فلما انتم تعملوا حركة في حياتكم بيبقى العمل عندكم بيزدهر. خلي قلبك مفتوح، ما تحطش في ذهنك انك ما تقدرش، انت تقدر، تقدر على كل شيء، زي ما بيقولوا من يريد يستطيع. في حاجات كتيرة المفروض انتوا بتعملوها، انتوا من الاشخاص اللي بتعملوا كل حاجة، كل حاجة، لو ام او اب، يمكن لو ام بتعملي كل شيء، يعني غسيل، مسيح، اكل، شرب، شغل، دروس، ما اعرفش، عارفين لو انتوا مطحونين كده في مطحنة الحياة، رايحين جايين تعبانين. انا بمثلها لكم بامرأة، ولو انت رجل برضو يمكن بتشتغل شغلانتين او بتطحن نفسك في العمل او حاجة زي كده، انتوا بتعرفوا تعملوا كل حاجة. وهرجع واقول لكم ربنا ما بيديش شخص شيء الا واذا كان قده، الا وكان اذا قادر يعمله. يعني ما فيش حمل بتشيله على ظهرك الا لو كان ظهرك ده قد الحمل ده، فاهمين ازاي؟ ما هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت بتقدر تعمل كل شيء، عشان كده ربنا مكلفك يمكن باكتر من مهمة او اكتر من حاجة. انتوا نور لغيركم، انتوا بتدوا الارشاد لغيركم، انتوا بتدوا طاقة الشفاء لغيركم. يعني انتوا لو غبتوا عن العائلة او البيت او الاولاد، انتوا بتحسوا ان انتوا كل حاجة بتخرب في حياتهم. يعني انتوا بالنسبة لهم نور، لو مشي النور ده من حياتهم خلاص تحسوا ان الدنيا ظلمت، الاولاد مكتئبة، البيت مش تمام، الزوج يتعب او يحصل حاجة. وانتوا من الناس اللي بقول لكم دايما كرمتكم تقيلة، يعني بتعملوش حاجة في حد، بس ايه اللي بيحصل لو زعلتم او دموعكم نزلت؟ يعني لو دمعتكم نزلت على خدكم من حد زعلكم، الشخص ده بيتأذي، وانت اللي ما بتأذيهمش، يعني انت ما بتدعيش ولا بتعمل اي حاجة، بس انت دموعك دي غالية قوي على ربنا، لانك شخص ما بتعملش حاجة في حياتك او بتأذي حد ابدا، ما بتعملش حاجة في حياتك وحشة، مش بتأذي حد. فالناس دي اللي مخصصة بالكلام دي كرمتهم تقيلة، فانت لو حد زعلك وبكيت، الشخص ده بيتأذي بكل الاحوال، بكل الاشياء، بكل حاجة انت تتخيلها، الشخص ده بيتأذي، لانك شخص قريب من ربنا وقلبك صافي ونقي. في رسالة بتقولك انت شخص ذكي وعاطفي وانسان مرح او ممتع، بس لازم تطلع الطاقة اللي جواك دي، وزي ما بيقولولك هنا انت تقدر تتعامل مع اي موقف، مع اي تحدي، مع اي موقف صعب بحكمة وبنعمة ربنا ادهالك في حياتك. يعني انت من الاشخاص الشفائيين واللي عندهم حكمة في الحياة، انهم يعملوا كل شيء في آن واحد،
وانت بتحاط بملائكة الشفاء بيخرجوك من حزن، بيخرجوك من ألم، من كسرة قلب، بيخرجوك من حاجات صعبة كتير جدا. فكأن هنا انت محاط بكل ما تحتاجه، كل ما تريده، محاط بالملائكة اللي بتشفيك وبتساعدك وبترشدك. فكملوا حبايب قلبي، لان انتوا داخلين على شفاء كامل، وداخلين على شيء كبير هيحدث قدريا في حياتك، هينور زي الشمس. زي انت ما نورك بيساعد الاخرين، ربك كريم واكرم منك كمان، فنور ربنا هيملى حياتك بالسعادة والحظ والزواج والفرحة اللي انت بتتمناها، حتى لو كان ده الزواج التاني ليك. انا خلصت الرسالة حبايب قلبي، ربكم في التخم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.